انت تعرضت لهجوم قوي جدا من بعض الجماهير بهذا الموسم تحديدا بدايته، من صرحت قلت اجاني عرض من نادي القوة الجوية. تمام صح؟ تمام. ليش؟ اولا تعرضت لهجمة، شو قصة العرض؟ عندك تليفون الكابتن سمير كاظم، تقدر تتصل عليه سمير. في بداية الموسم تعرف انه هو كان مدرب فريق القوة الجوية. تذكر هذه اي كان من المؤمل ان يسمى وبعد ذلك سمى خلاص يعني، وحتى اللي شفته صارت بعدها اعتراضات. زين انا قبل لا تصير الاعتراضات والمنشور اللي احتذر به الكابتن سمير كاظم، انا قبلها اتصل بي الكابتن سمير كاظم وحتى اتفق وياه على المبلغ، قال لي انت لاعب شاب وهذا نادي القوة الجوية ما اريدك تطلب مبلغ عالي. اتفقت وقلت خلاص يعني، بعد بس بعد ما اعتذر الكابتن سمير كاظم انا رحت وقعت النادي النفط الوسط. شنو سر الاعتراض او الهجوم اللي صار او الانتقاد من بعض الجماهير بعد تصريحك؟ ما اعرف والله. عندك مشكله مع الجمهور او فد شيء؟ لا لا بالعكس، لا ما عندك شيء. تمثلت انديه نفط الوسط. انا على فكره ترى انا ابن نادي القوه الجويه، يعني لعبت كل الفئات العمريه، لعبت من البراعم لحد ما وصلت للفريق الاول. يعني تأسست في نادي القوة الجوية، لعبت براعم واشبال وناشين وشباب شباب ووصلت للفريق الاول، بس بالفريق الاول لعبت لي موسم وياهم ما اخذت الفرصه، رحت طلعت من النادي، رحت لعبت في نادي الحسين واخذت الفرصه واستمريت، رحت للكارخ انت تشجع جويه؟ خلينا نادي السؤال اللي تحرجنا. لا ما اريد اعرف والله، يعني عادي كل لاعب كرة قدم كان يشجع وبعدين صار لاعب، مو يعني مو فد، هي مو عيب مو سب، فيا نادي تشجع بالعراق؟ انا مو اشجع، بس ممكن اذا اقول لك يجوز ما تقتنع. لا ليش ما اقتنع؟ اكثر نادي احبه بالعراق نادي الكرخ. الكرخ؟ اي نعم. ما ادري شو اشعر جواب دبلوماسي لين ما بي جمهور وما يزعل. لا لا يعني لا شجعت شرطة زوراء طلبة جوية؟ لا لا. لا بالعكس، انت اليوم هذه الانديه لها كيانها وهي امنيه وشرف لكل لاعب يعني يرتدي هذه، لكن الاجواء اللي عشتها في نادي الكرخ اجواء مثاليه قبل جدا. قبل هاي الاجواء وقبل لا تلعب، من كنت بالفئات العمريه شو تشجع مشكور؟ من كنت؟ اي كنت فئات، انت اليوم ناوي تحجي؟ من كنت صغير فتي تباوع كرة قدم؟ ما حبيت نادي؟ ما كنت تباوع هواي والله. والله العظيم جاوب زين والله ما كنت تباوع هواي. مثلت نفط الوسط، مثلت